إلى عاصم بن عبد الله إن لحق بالجنيد وبه رمق فليقتل. اكتب هذا وأرسله في الحال. ما الذي أغضبك يا أمير المؤمنين؟ نرسلهم ليقاتلوا أعداءنا من أجل دولتنا ونجزل لهم العطايا فيتزوجون من بنات عدونا. من هم يا أبتي؟ الجنيد. الجنيد بن عبد الرحمن. الجنيد يتزوج بنت عدونا؟ هذا ما فعله هذا الأخرق. أي عدو يا أبتي؟ يزيد المعلب. تزوج الفاضلة بنت يزيد. هذا من أخرق ما سمعت. أرأيت يا مسلمة؟ أرأيت؟ لهذا أمرت عاصم بقتل الجنيد. ما بك يا جعفي؟ يا سيدي، حدثني أبوك محمد بن علي بسبعين حديثا لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها، فلما مضى عليه السلام ثقلت عنقي بما سمعت منه وضاق بها صدري، ولا أدري أحدث غدا أو أصبر. يا جابر، إن حديثنا صعب مستصعب، أمرد ذكوار، وعر أجرد، لا يحتمله والله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن ممتحن. فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله، وإن أنكرته فرده إلينا أهل البيت، ولا تقل كيف جاء هذا وكيف كان، فإن هذا والله الشرك بالله العظيم. ولا أقول لك إلا كما قال جدي أمير المؤمنين لكميل بن زياد في سؤاله عن الحقيقة: يا كميل، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. إسحاق حتى غدا اليوم أعرج ومعطوب اليد الملاعين لعنهم الله. أنا معك. نعم أنا معك، سنخلص صاحبك من سجن هؤلاء الظلمة، بل سنهرب ما استطعنا من السجناء. هم لا يرحموننا ونحن لن نرحمهم. حق. كيف؟ حقا؟ حقا سترحل يا صخر؟ ألا تخشى على حياتك؟ أتقدر على فراق القرية؟ لا والله، إنه أصعب علي من الموت. وهل ستعود؟ أحضرت لكم مفتاح الدكان. كنت أتمنى أن تعطيني. إنه معك على الدوام. من؟ صخر بن عمي عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. ستكون في حل من ابن عمك يا طلحة. صخر سيترك لك القرية.
حفظك الله في حلك وترحالك يا ابن عمي. بأمان الله يا صخر. بأمان الله. إن العين لا تدمع على فراق هذا الفارس النبيل. أحضر لنا الشراب يا زهير. اللهم اجعله خيرا. اهلا يا خديجة. ما وراءك يا حبيبتي؟ لا وقت يا خالة، اسمعيني قبل ان يرجع زوجي. هل حدث شيء؟ قولي. لا يا خالة لا، انما يأتمر عليك زوجي وصاحبه ليخرجاك من بيتك. وماذا فعلت لهم حتى يأتمروا علي؟ انه الحقير السكير زوجي، لا يريد ان يراني عندك. لقد جن من اهانتك له فيما مضى. لن اخرج من بيتي ما دام في جسدي روح وعرق ينبض بالحياة. اخرجي يا خالة، اخرجي وإلا سيحرقون دارك كما فعلوا من قبل. اخرجي. اللهم إني ألجأ إليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. ألا فرج عني كربتي وأزل عني وحدتي حتى لا أكون تحت رحمة من لا رحمة في قلوبهم. اللهم قل لي يا عطية، ما هي قصة صاحبك الذي تبحث عنه؟ لا أدري من أين أبدأ. مختصر القول إن الرجل افتداني بنفسه. أيعقل أنه ما زال بيننا من هو مثله؟ ما زالت الدنيا بخير يا أخي ما دام فيها أمثال مانع. عندنا مغناطيس يرفع وزن 100 درهم من حديد، وبعد أن مضى عليه زمان لم يرفع إلا وزن 80 درهما ووزنه على حاله، ولكن النقص وقع في قوته. ماذا تجيد يا عطية؟ ألك خبرة باستعمال السيف؟ أما السيف فأجيد استخدامه، ولكن القوس والسهام لا يشق لي غبار فيهما. يجب أن نضع خطتنا على أساس ما تجيده أنت. وأنت ماذا تجيد؟ أجيد الرماية والقتال بالسيف والطعن بالرماح والفرار. وما أفضل ما تجيد؟ الفرار. لا تمزح، فأنا جاد يا عامر. وأنا كذلك، لست أمزح يا عطية. ما بك؟ أنا أعتمد عليك كثيرا يا عامر، ولكن أصابني القلق مما أراه عليك.
ولدي إسحاق. لقد عذبه هؤلاء الطغاة حتى أقعدوه، وعندما رأيته كدت أطير شوقا لأضمه وأقبله. ربا كم أنا مشتاق لأبنائي. كم عندك من الأبناء؟ إسحاق هو الأكبر، ثم موسى، ومن بعدهما ليلى وكلثوم. ولماذا لم تذهب إلى بيت أخيك وتلتقي بأبنائه؟ لقائي بهم سيضعفني وسيزيل فكرة الانتقام من قلبي، ولعلهم يظنونني ميتا. وأما الثانية فإن عيون هؤلاء وجواسيسهم لا تكل ولا تمل عن ملاحقة الثوار، فإن عرفوا أنني عدت إلى بيتي لن أبقى فيه ساعة. جمع الله بينك وبين أهلك قريبا يا عامر، والآن لنعد إلى خطتنا. ما هي أخبار الجارة اللعينة؟ ها؟ هل يجوز أن تقول هذا الكلام عن امرأة أكبر من أمك سنا؟ أخرسي وأجيبي. لا أعرف عنها شيئا منذ ذلك اليوم. ستسمعين أخبارها عما قريب. خلاد، إياك أن تسيء إليهم. أخرسي، إن سمعت أنك ذهبت إليها سأحرقها معك. تحرقها؟ وما شأني أنا؟ ما الذي تفعله يا صخر؟ أو تستحق زينة أن تهجر الناس لأجلها، وأن تترك تلة الخرشوف وناسها الطيبين؟ ابن زياد الذي عاملك كما يليق بالابن المدلل، وإلى أين تذهب؟ ارجع يا صخر، ارجع. تمت الخطوة الأولى والحمد لله، فاستعدي يا قرية لما سيأتيك من أنباء. يا رب وفقني لما أصبو إليه. يجب أن أشتري كل ما أريده من بضاعة في المنزل الأول للقافلة، فسوقهم أجود طعاما وأجود ثيابا. ما ورائك يا أبا يوسف؟ لقد أسقطت الريح الساترة بيننا وبين دار جارنا يا مولاي. وهل يطلع المطلع على داره من سطحنا؟ أجل يا سيدي. ما دام يظهر على حريم جارنا فأتي بالبناء ليصلح الساتر. في الحال يا سيدي. مرهم أن لا يصعد أحد السطح حتى يصلحه البناء، فهذا حق جارنا علينا يا أبا يوسف. أعطي الصغيرة للجارية يا معتب. سمعا وطاعة يا مولاي. سأصبح الأغنى بعد رحلة كهذه أو رحلتين، ولكن نصيبي من هذا المال لا يكفي، فلعثمان الثلثان، أو هكذا ينبغي أن يكون.
فاكتور كم سأحتاج حتى أضاعف هذا المال. أريد أن أمتلكك الآن، والآن أنت في يدي. ليتك كنت لي أيها المال حلالا. كنت سأخطب ابنتك يا ابن زياد يا عمي، وأتزوجها وأنا غني بفضل كدي وسعي لا بفضلك. دونك يا مال جبال ووديان ودماء. إلى متى ستظلين على ذي الحال يا ابنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عفيف، ماذا هناك؟ اصمت وتعال معي. تفضل، تعال. اهلا بك. اهلا بك في منزلك. لقد ارعبتني يا عفيف. هكذا هم جنود الخليفة يا عمار. اهلا بك يا نصير. ما الذي جاء بك؟ لم اعهدك مقبلا على سفر. أنت جئت بي إلى هنا، وإلا فأنا لم أكن أنوي السفر. أنا؟ متى وكيف؟ أراك ليلتين متعاقبتين في الرؤيا يا عم. الأولى قلت لي تعال يا نصير فأنا في حاجتك، والثانية أرجو أن تكون خيرا. لقد رأيتكما تخرجان من وسط النار. جاء بك يا عامر. لقد رأيت جنديا يصطحبك إلى هنا فخفت بك بأسا. هذا صوت سيدي عامر. عفيف، كيف حالك يا رجل؟ أنت حي؟ الحمد لله، هذا أفضل رجل كان يطبخ للسجناء عندما كنت أدير السجن. لقد منعني مدير السجن سمعان من إجادة الطبخ، وقال لسنا في نزل وليسوا هم ضيوفنا، فلم أعد أطبخ كالسابق للسجناء كما كنت أطبخ في بيتي. ولكن قل لي ما الذي جاء بك إلى هنا يا سيدي؟ قل لي يا أبا إسحاق، فأنا لست سيدا لك. أما الذي جاء بي إلى هنا فهو الانتقام لكل من ظلمه بنو أمية لأبنائي. أرجوك يا سيدتي تناولي ولو لقمة واحدة. لا رغبة لي، خذيه من أمامي. منذ يومين وأنت لم تتناولي شيئا من الطعام. اذهبي يا لؤلؤة، اذهبي. لقد كنت أتقي سمعان وأمثاله وأغض بصري عن كل مكروه أراه، لكنكم أجبرتموني على مخالفته. ماذا تجيد أنت يا نصير إن عزمت على الجهاد معنا ورفع الظلم عن المظلومين؟ لا أدري،
ولكني بعيد غاية البعد عن القتل والدماء والسلاح، فأنا أهوى خداع أصحابي وأهلي أحيانا، فأتمثل بثياب أبي وأقلد صوته، أو ألبس ثياب الحطاب وأخدع أمي ضعيفة البصر للضحك والمزاح. ما بعد الضحك والمزاح عما نرمي إليه، بل ما أحوجنا إليه يا عامر. لا أحسبكم تحتاجون إلى طباخ في انتقامكم، فأنا لا أجيد غير الطبخ والأكل. ما دمنا سنحتاج إلى من يتمثل بشخصية أبي، قد نحتاج إلى الطباخ أيضا، بل ستكون أنت الأهم في ذلك اليوم. لن أنزل من سعر البضاعة درهما واحدا. والله لا نملك قوت يومنا أيها التاجر، فارحم حالنا ليرحمك الله. إن لم تكن تملك المال فلما تأتي إلى السوق؟ هيا اذهب، اذهب هيا. شاكر. شاكر، ألم تسمعني؟ بلى، ولكن أنا عطشان يا أبتي. يا أبتي يا أبتي. ابنك؟ أجل. يا مواطن. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات يا سيدي، لقد مات. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا عليك يا ابنتي، لا عليك، أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. ما لك حين عرفت رغبتي بتهريب صاحبي رفضت، والآن توافق على ما رفضته بالأمس. أما أنت، أنا لا أعرفك. لقد كان هذا الرجل مثالا لنا في إخلاصه وحسن سياسته ومحبته للمظلومين. إن شئت أن تنسحب يا عفيف خوفا على أسرتك فلن نرغمك على شيء، يكفينا منك أن تكتم أمرنا. كلا يا سيدي. لا تقل سيدي، قل يا عامر. لن أخذلكم، فمعرفتي بك تجعلني أمضي فيما تريد، ثقة بك بأنك لن تخذلني ولن تسلمني لسوء ما استطعت. والله إني لأرى في كل يوم ما لا يقبله مسلم على نفسه من تعذيب للهاشميين وأصحاب عمرو بن عبيد وغيرهم. ربما أستطيع معكم أن أغير شيئا من هذا الظلم، لعل الله يغفر لنا. وماذا عنك؟ ماذا عني؟ بل ماذا عنكم؟ فأنتم تعرفون أنني لست مقاتلا ولا أعرف عن أمركم هذا شيئا. لا تخف، أنت وعفيف عهدنا لكما بأهم وأسهل مهمة. أما أنت يا نصير فما عليك إلا أن تضحك الجنود. أضحكهم؟ سيضحكون حتما إن رأوني وأنا أرفع السيف. سيكون منظرا مضحكا. الخطة تقتضي شيئا آخر لا علاقة له بالسيف. ما دام غير مرتبط بالسيف فأهلا بالجهاد. وأنت أيضا يا عفيف، ستنفذ المطلوب منك وتعود إلى أطفالك وبيتك دون أن يمسك سوء بإذن الله. يا ربي يا ربي يا رب يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا
حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. ما الذي جاء بي إلى هذا السوق؟ يا لشدة غبائي. لماذا تقول هذا عن نفسك؟ فلست أول رجل يتخذ لنفسه زوجة ثانية. منذ متى وأنت على هذه الحال بين زوجتين؟ منذ 7 سنوات. لماذا لا تأخذ هذه إلى القرية؟ أو تأتي بالأولى إلى هنا فتسهل على نفسك؟ لا تعرف الأولى عن الثانية شيئا ولا الثانية عن الأولى شيئا. إن كنت تخاف من زوجتك فلما تزوجت عليها؟ ليس الأمر كما تظن. في إحدى السفرات طال بنا الزمن ولم نبع بضاعتنا وبقيت طويلا، وشاء الله أن أتزوج من ابنة قائد الشرطة، وهو رجل حازم ذو معارف وصلات لا آمن شره. الزوجة الأولى ابنة تاجر الأخشاب أبي يسار الذي ترفل أنت بأمواله وببيته، فلا تملك أن تضحي بهذه ولا بهذه. بل قل بهذه يا طلحة. لا تخف يا شاكر. اطمئن يا صاحبي اطمئن، فأنا لن أبوح بسرك لأحد. أشكرك يا طلحة أشكرك. هذا إن دفعت لي نصف قيمة بضاعتك. ماذا؟ أتريد مالا مقابل صمتك؟ أهكذا يكون الرجال؟ لا، ولا مثلك يكون الرجال أيضا. فهل هناك فرق بيني وبينك؟ أنت تخدع أسرتين يا رجل. ولكنها ليست بضاعتي، إنها بضاعة الخشاب أبي يسار. حسنا الثلث، ولا أريد أن أسمع كلمة أخرى. فأنا أعمل على تشييد حياتي يا رجل. وأنا ماذا عن حياتي يا رجل؟ لم أرك مهموما يا أبا عبد الله كما أراك اليوم. نعم، قد نهيت أن يصعدوا فوق البيت، فخرجت وإذا بجارية من جواري ممن تربي بعض ولدي، قد صعدت السلم والصبي معها، فلما نظرت إلي ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي على الأرض فمات. هذا قضاء الله يا أبا عبد الله، قضاء الله، صبرك الله. والله ما تغير لوني لموت الصبي، وإنما آذاني ما دخل الجارية من الرعب مني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله. صدقت، أعان الله قلبك على مصابك. إنا قوم نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب رضينا. أعددت لكما طعاما هنديا، أخذت علمه من تاجر هندي قبل أيام. أمن اللحم أم من الدجاج أم من النعام؟ ستأكل وترى بنفسك. لقد أعددت مثله لوالدي فراق له. هنيئا لكما. هذا طعامك سيدي، تفضل ضعه وانصرف. هذا
سيدي هذا قد شرب المنكر. منكر؟ هل أجد سكنا عندكم لي؟ هذا أفضل خان في بغداد. أتريد أن أعطيك غرفة أم سريرا؟ لا، أريد أن أشتري الخانة كلها. كلها؟ بمن فيه؟ وما تفعل بمن فيه؟ أما هذا فسيحملني أينما ذهبت. وذاك؟ ما هذا؟ رمضته عمودا. هل هذا إنسان مثلنا؟ لن أسكن هذا في خاني، فأنا أخاف منه. وإذا خاف رب الخان من أهل الخان ماذا يحدث؟ لا أدري. أرجوك يا خالة، أرجوك استأجري منزلا بعيدا عن هذا الحي. هداك الله يا خديجة، كيف أستطيع أن أستأجر منزلا وأنا كما ترين؟ حتى الثياب التي أخيطها لا أجد من يشتريها غير جيراني الفقراء، فأنا لي أن أدفع. خذي هذا مال يكفيك لسنة. من أين جئت بهذا المال يا خديجة؟ إنه مال زوجي، أعرف أين يخبئ أمواله. ومتى علمت أنني آكل المال الحرام؟ أعذريني يا خالة، لا أريد جوابا. ردي المال لصاحبه، وإياك أن تعودي إلى هذا مرة أخرى.
فلا مبرر للحرام يا خديجة، وإلا فسنكون نحن وإياهم سواء بسواء. ولكنهم سيؤذونك، ونحن لنا الله، لنا الله أمتي. دعني من مزاحك الآن يا عطية، قل لي هل ستباهل أحدا ثانية؟ الحمد لله. قيل لنا إنك جننت، كيف حالك الآن يا مانع؟ لا أدري، هل كنت مجنونا حقا أم أنني أردت أن أجن ليخرج عقلي من مكان لم يكن ليخرج منه جسدي؟ ليس هذا كلام مجنون يا عطية، اطمئن فهو أعقل مني. لا أدري كيف أعتذر إليك يا مانع، إنما قمت به من تضحية لم يكن ليفعله أحد غيرك، بل لم أكن أنا أفعل هذا لك. ولماذا تعتذر يا صديقي؟ أنا لم أفعل إلا ما أمله علي واجبي. لا تدري يا أخي كم أنا مسرور برؤيتك، إنني غير مصدق أنني وجدتك سالما معافى. وسرني وفاؤك أيضاً،